بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم اسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونجدد لكم هذه التحية هنا من أرضية هذا الميدان في انطلاقة شوطنا الخامس الذي خصص للإبكار. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين في انطلاقاتنا الصباحية، انطلاقاتنا الجميلة على أرضية هذا الميدان. ندى أيها الأخوة من تأتي على أول المراكز، وبراك بن جاسم بن براك المزروعي النقله هناك على الشايبة، وأحمد بن علي بن سلطان السبوسي بينما اللي في المركز الثالث وصلت من الجانب الآخر هناك اللي هي ذهيبة لفرحان بن علي بن مصلح لحبابي النقل على المركز الرابع، أتت وعد لعلي بن بطي بن محمد الطروق الأقفالي بينما اللي في المركز الخامس. اللي في المركز الخامس أيها الإخوة أشوف لشعار الدكتور السعيد بن سالم الشيخ النقلة على سادس المراكز، هناك الحذر لحمد بن قريع بن روس العامري وفي المركز السابع، ايضا شعار بن واس، شعار بن واس الحذرة عبد الله بن علي بن واس الاجتبي بينما اللي في المركز الثامن، ايضا هناك اسامي كبيرة ايضا الشمالية ومحمد بن محير بن سيف بن واس الاجتبي، وتاسعا اتت في هذه اللحظات ناصية وحمود بن عبد الله بن شامس المحاربي، وعاشرا اللي وصلت هناك فزعة وسيف بن علي هناك من ران الظهري. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيلي هناك لانطلاقاتنا الجميلة. الله يا ندى اللي تلبي النداء حتى هذه اللحظة، يا بن براك التي تلبي نداء مضمرها وجماهيرها هناك مقرها الرئيسي براك بن جاسم بن براك المزروعي، بينما هناك اللي هي ملامع مع الدكتور سعيد بن سالم الشيخ من حلت بثاني المراكز. انتقل وياكم الى الحذرة، يا سلام يا حمد يا بن قريع يا بن روس العامري من اتى في ثالث المراكز. انتقل وياكم هناك الى ناصية وحمود بن عبد الله بن شامس، ايضا المحاربي اتانا من حيث لا نعلم، وصلت الاسامي الكبيرة، وصلت الاسامي الحاضرة، واخيرة في ما اختارها الله يعني بالسالب بخلفهم الشاوي الاغفلي ايضا اول نذلها النقلة على المركز السابع، اتت في هذه اللحظات واستقرت هناك الحاصلة احمد بن عبيد بن حميدان شعار نسايم شعار بن رشيد اللي يتجول مع هذه الاسامي الكبيرة مع سراب ايها الاخوة، وهناك سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، وصل شعار الذيب، وصل شعار الذيب من الجانب الاخر ايضا قادم مع ابداع، سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة الله يا ابو عسكور اشهد انك ابدعت في هذا الموسم، ابدعت في هذا الموسم من ميدان الطي الى ميدان المرموم الى رموس الثيد وكؤوس الثيد حتى هذه اللحظات المميزة يستمر الانجاز مع هذه الخوانيج. الله يا ابداع، الله يا ابداع. هناك على المركز الاول سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة، ولكن بن رشيد عندك كلام، بن رشيد عندك كلام سرابة سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاشتبي، شوف هناك الشامخة حمد بن سالم بن هضع الشريفي اول نذلها، ولكن خلني عند الثنتين، خلني عند الثنتين اللي بهن زان اللقاء، اللي بهن زان هذا الموقف المميز. الله يا ابداع، ابداع، ابداع سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة، ولكن سرابة من الجانب الاخر، سرابة ولا ابداع، بن حلوة ولا بن رشيد الشريفي قادم، الشريفي قادم ايضا هناك مع الشامخة في اللحظات الاخيرة. اهالي المرة، اهالي رشدة ينتزعون النقطة الثانية، ينتزعون النقطة الثانية، عمالقة المرة ايها الاخوة الى النقطة الثانية، سرابة، سرابة، ولكن اشوف الشامخة قادمة. سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد اشتبي الشامخة في المركز الثاني، هناك ايها الاخوة شعار في ثاني المراكز حمد بن سالم هذا الشريفي، المركز الثالث سعيد بن احمد سعيد بن حلوة، المركز الرابع برا بن جاسم بن براك المزروعي، وخامسا الحذرة للسيد حمد قريع بن روس العامري. هكذا أيها الإخوة 4:31 94 جزء من الثانية. سلام عليكم يا حالي المرة، سلام لرشيدة كافة على هذا الحضور الجميل، هذا الحضور المميز يا أبو علي، تهانينا والناموس بهذه الانطلاقات الجميلة والمميزة.